السادسة مساء الرابعة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل لاستكمال جميع الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة تمهيدا لدخول مشروع محطة الضبع النووية حيز التنفيذ الفعلي. وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير الكهرباء ورئيس هيئة المحطات النووية لمتابعة تطورات المشروع، شدد الرئيس على ضمان أعلى معايير السلامة والأمان في جميع مراحل إنشاء المحطة، مؤكدا أهمية الطاقة النووية كمجال مستقبلي للمساهمة في توليد الكهرباء في مصر فضلا عن تنويع مزيج الطاقة. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إنه تم خلال الاجتماع إطلاع الرئيس على آخر مستجدات إنشاء البنى التحتية الكهربائية بالعاصمة الإدارية الجديدة والموقف التنفيذي لمشروع أنفاق قابلات الجهد الفائق الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا.